ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على نصايح وتحذيرات شهر نوفمبر لاصحاب برج الميزان. التحذيرات دي مهمه جدا جدا، هتخلينا ان احنا نكون قادرين ان احنا نكون ايجابيين وواقفين على ارض صلبه. احنا محتاجين جدا جدا ان احنا نكون بالفعل واقفين على الارض الصلبه دي بكل قوه، بدون ما حد يهزنا، بدون ما يكون في اي تحديات، بدون ما حد يطلعنا عن شعورنا او ان احنا ينرفز نوصل لمرحله الاستفزاز او ايا كان. مبدئيا من اول النصايح اللي انا عايزه اتكلم فيها، انت كان عندك خصومه مع حد، احذر جدا لان هيكون عندك في رجوع علاقات. خلي بالك قوي لان عندك ممكن يكون في جدل، في نقاش، في حته القيل والقال والكلام ده كتير جدا. خلي بالك انك لازم تكون عندك هدوء، برود. شوفوا بقى، مش هقول لكم هدوء وبس، لا، ده احنا عايزين نوصل لمرحله البرود كمان. ليه؟ لان في اشخاص عايزين يستفزوك. لا، ما توصلهمش للمرحله دي. لو وصلتوا لمرحله الاستفزاز يا برج الميزان، احنا هنقع، احنا هنمر بمشاكل كتير، احنا الحق هيكون علينا مش لينا. ففي فرق كبير جدا، فلازم ناخد بالنا ونخلي بالنا كتير من النقطة دي. لازم ان احنا نتعامل مع اي حاجة فيها جدل ونقاش، يا نبعد ونتجاهل، يا اما هيبقى مجبرين ان احنا ندخل في موضوع الجدل والنقاش ده. يبقى هادين. اي حد ما... لا معرفش ازاي، لا ما... مش عارف ازاي، فين، امتى. خلينا دايما اللي هو اتبع اسلوب انك في غيبوبة، خلينا نتبع الاسلوب ده، هتنجح وهتكسب. طيب الشيء التاني من خلال النصايح، حاول على قد ما تقدر، انا بقول لكم النصايح كمان بالتقدير بتاع الوضع الصحي. الوضع الصحي لازم نخلي بالنا كتير جدا جدا من العدوى، من كورونا، من المشاكل اللي ممكن تحصل من خلال مرض ليه علاقه بالعدوى، بتغيير الجو. عندنا كمان التهابات المفاصل او الاعصاب، لازم اخلي بالي جدا جدا. ليه ده؟ لانك هيكون عندك بتشيل على اعصابك كتير، بتتحمل كتير، مسؤوليه كتير. هو عندنا شهر ايجابي، الناس بس عشان في ناس بتدخل جديده تسمع فيديو النصايح بتبقى مش فاهمه، احنا بنعمل توقعات قلناها وشهر ايجابي، ولكن النصائح هي عشان نقدر نحافظ على الشهر بإيجابياته ونبتعد عن السلبيات. ده النقطة دي مهمة كتير. فبرج الميزان علينا ان احنا نخلي بالنا كتير من صحتنا، النظام الغذائي الصحي، نبتعد عن المشروبات، الكافيين، الحاجات دي كلها، لان ده يأثر علينا جدا جدا، هيكون عندنا صداع. وحاجة تانية، لازم ان احنا ننام وقت كافي. عدم النوم الكافي هيسبب لك التهابات في القولون، هيسبب لك التهابات في المعدة، حركة الامعاء مش هتكون مظبوطة، هيكون عندك بتعاني من صداع، التهابات في الاعصاب، هتحس ان انت عندك في نقص فيتامينات، او كل ده على فكرة من النوم وشرب الماء. فلازم ان احنا نخلي بالنا جدا جدا من المواضيع دي، لان على فكره مهمه جدا، عشان بس محدش يستقل باللي احنا بنقوله. الشيء برضه اللي انا عايزه اتكلم عليه لبرج الميزان، حاول على قد ما تقدر انك تعمل تغيير في حياتك. عندك شويه كده كره للروتين، هتحس انك عايز تغيير، لو ما غيرتش هتحس بحاله نفسيه مش حلوه، ممكن يضيع عندك فرص بسبب ان انت عندك الروتين، روتين الحياه. فحاول دايما ان يكون في تغيير، في شيء جديد، نعمل ابتكار، حاجه نغير، نخرج نتفسح. مطالبين كتير ان احنا نعمل ده يا برج الميزان، لانه هيضيف لنفسيتنا بشكل قوي جدا. زاد ان احنا عندنا نفسيه حلوه، وعندنا في تحسنات في الوضع العاطفي وتحسنات في الوضع المهني، وده هيضيف لنفسيتنا ايجابيه. ولكن احنا محتاجين ان احنا نعمل تغيير، احنا محتاجين ان احنا نعمل شيء، حاجه، خروجه، سفر، بحر، الحاجات اللي زي كده، حاجه زي سفر، زي بحر، حاجه من الحاجات دي. فعندنا محتاجين ان احنا نغير جو، محتاجين ان احنا نعمل تواصل مع الاخرين، نكون اجتماعيا شيء حلو، يعني نكون مندرجين اجتماعيا بشكل قوي. كمان في حاجه تانية، حاولوا يا برج الميزان ان احنا لو عندنا شغل او عندنا شيء، يعني حاجه طموح زياده، حاجه عايزين نكملها، دراسات عايزين نخلصها، شيء عايز تعمله، حاول على قد ما تقدر ان انت ما توقفش، كمل. الشهر ده هيخدمك جدا، الشهر ده فيه ايجابيات، فيه فرص قويه جدا جدا، عندك فيه مساعي حلوه هتلاقي اللي يقف معاك فيها. فحاول على قد ما تقدر انك تاخد خطواتك وترسم خطتك وتحاول ان انت تمشي في طرق التنفيذ. حاجة تانية، انت عندك حقك هيرجع لك، حقك هيرجع لك، يعني اللي قال عليك، اللي بيحاول يوقعك في مشكلة، اللي بيحاول يطلع عليك سمعة، كل الحاجات دي حقك هيرجع لك. فما اشتري دماغك، اشتري دماغك، ما بلاش بقى حتة ان احنا نشيل جوانا
وليه بيحصل كده والانسان ده وان احنا نقعد نشيل على دماغنا كتير ونحط ده في بالنا ان ده قال ودي عملت ودي سوت وده راح وده جه وده قال وده بيقول عليا وده بيعمل اللي يقول يقول واللي يعمل يعمل والاخرهم يضربوا دماغهم في اطخانها حيط. طول ما انت بتعامل الاشخاص اللي من النوعية دي معاملة التطنيش انت هتكسب. يعني انا دايما هدفي في الحياة طنش تكسب، انا بحب ده جدا جدا. وعلى فكره ده شيء مفرح وهتحس ان انت سعيد جدا، هتحس ان انت سعيد ان انت لما بتطنش اللي قدامك بيبقى مش عارف يمشي فيبدا يخبط نفسه في حيطه بجد. فخلي بالك جدا احنا محتاجين ده، ما تحطوش في بالكم ده قال ده عمل ده سوى ده غلط، ده هتتوجع دماغكم وفي الاخر هيكون قدامكم الفرص ومش هتشوفوها. دايما انا مؤمنه بشيء معين وخلوني ان انا اقوله لكم عشان في بعض الاشخاص اللي يهمني كتير انها تعرف المواضيع اللي زي دي. ان انت طول ما انت مركز في حياتك، طول ما انت قدامك هدف، طول ما انت عندك حاجة انت عايز تعملها، انت بتحاول توصل لها، انت ماشي في طريق بتوصل لها، ما تشغلش نظرك ودماغك مع حد، لانك في اللحظة اللي انت هتتشغل فيها مع حد انت هتقع. انت في فرصة جات لك انت ما شفتهاش، حد حلو جدا، حاجة زي كأنها حاجة حلوة جاية تقولك انا هو، انت ما شفتهاش، ما لمحتهاش، انت تلهيت عنها. فخلينا ان احنا ما نتلهيش عن الشيء الايجابي، خلينا نكون بنحاول ندي. الحاجة برضو اللي انا عايزة اتكلم عليها، انك حاول انك تكون مؤمن بذاتك جدا، مؤمن بنفسك، مؤمن بان انت اللي جاي افضل واحسن وانك تقدر وان ربنا هيقويك انك تقدر. فخليك دايما عشمان في ربنا انك انت هتلاقي الخير، انك هتلاقي الايجابية. حتة اليأس او حتة ان انت مش عارف طب انا هعمل ايه، طب الدنيا طيب، وحتة المقاس اللي احنا هنعيش نفسنا فيها دي لازم نبتعد عنها. لازم حتة الشجاعة، لازم القوة، لازم ان انت تكون واثق في نفسك جدا جدا تكون موجودة. الماضي نبتعد عن الماضي، فكر في بكرة، فكر في بكرة. الماضي مش اللي هو حبه بس، مش اللي هو وضع عملي او مهني وبس، لا، الوضع او الماضي اللي ليه كل اللي شامل حاجات كتير، مواجع او مشكلة انت مريت بيها، خلافات، اشخاص اتكلموا عليك، انك وقعت في شغلك، ان مش عارفة ايه، اي بتنجان، اي حاجة لها علاقة بالماضي الموجع او مؤلم بالنسبة لك انسان. ابدأ فكر في بكرة، فكر في ان انت ازاي تخلي نفسك سعيد، انك تكون مبسوط. حط في بالك انك جاي الدنيا دي عشان تكون سعيد، عليك ان انت تشتغل وتعمل حاجات كتير وتبتكر وتدور على نفسك ومستقبلك، وده اللي هيسعدك بحق يا برج الميزان. برج الميزان خليك واثق وعارف ان اللي جاي افضل بكتير. يمكن اللي فات كان فيه اشياء ايجابية على اشياء سلبية، على ضغوط، على حاجات فرحة، ولكن اللي جاي مفرح بس محتاج التركيز، واحنا بالفعل محتاجين التركيز جدا جدا. لو عندك مشكلة قانونية او شيء قانوني ما تخشش فيه، ما تخش، مش وقت ان احنا يعني لو نقدر ان احنا نأجل المواضيع دي ياريت، لكن حتة ان احنا ندخل نفسنا في مشكلة قانونية ياريت ان احنا نأجلها او نبتعد عنها. انت عندك مكسب قانوني بس لو انت مش انت اللي مدخل نفسك، يعني انت هتدخل نفسك فيه، لا ده مش مستحب مش مطلوب. لكن لو انت الموضوع ماشي اساسا فانت عندك انتصار، في فرق على فكرة. طيب كمان عندنا حاجة تانية، المجازفة المادية يا برج الميزان، لازم تعمل حساباتك، لازم تبقى عارف انت هتصرف ايه، بتعمل ايه، دنيتك ماشية ازاي، تعمل حساباتك بشكل قوي وتكون عارف اولك من اخرك. النقطة دي مهمة كتير، اعذروني هو حاجات كتير وانا يمكن بقولها بشكل سريع عشان الحق اني انا اتكلم في كل النقاط. برج الميزان كمان عندك فيه شيء مهم وخلوني ان انا اقوله، انت عندك فيه اشخاص عايزة، يمكن انت على خصومة معاهم، هم عايزين يطلعوا ان انت اللي غلطان، او ان هم سايبينك عشان خاطر انت تطلع انت اللي غلطان، يغلطوك في حاجة. خلي بالك كتير من تصرفاتك، واعرف كويس جدا جدا حسابات حياتك وخطواتك وتفكيرك واللي انت بتعمله، لانك هتكون كل ده انت متراقب، كل ده يعني في اضواء متسلطة عليك عشان يدقولك انت غلطت في ايه. خلي بالك كتير من تصرفاتك، ابتعد عنهم، اعمل نفسك انك مش فاهم زي ما قلت في البداية. خلي بالك كتير انك بتتعامل مع ناس خبيثة، ناس لعينة، ناس مش صعبين جدا جدا، ممكن يكونوا من المقربين منك على فكرة، فلازم تكون واخد بالك جدا جدا وانت بتتصرف. انت عندك تصالح في خلال الشهر ده، ولكن في مش كل التصالح هيكون ايجابي، لا ده انت عندك تصالح سلبي، عندك تصالح عشان يشوفوا انت اولك ايه واخرك ايه ودنيتك ايه. فمحتاجين نداري على نفسنا، احنا محتاجين نحصن نفسنا جدا جدا. على فكرة عندنا عين وعندنا حسد وعندنا احلامنا توضح جدا جدا اللي احنا هنعاني منه، فركزوا كتير في الموضوع ده وعم محتاجين نحصن نفسنا. انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، اعذروني اني طولت. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.